في بعض الأحيان في الحياة يعتمد النجاح على وجود تلك الميزة الطفيفة لديك على منافسك، لكن قلة من الناس يدركون أن اكتساب هذه الميزة غالبا ما يكون أمرا بسيطا لمعرفة ما الذي تبحث عنه. وفي بعض الأحيان خداع الدماغ البشري من بعض تقنيات التفاوض الفعالة بشكل مدهش إلى السر وراء الفوز بلعبة حجر ورق مقص. إليك بعض الحيل النفسية البسيطة التي يمكنك استخدامها لصالحك. رقم 20. الإجفال. سواء كنت تتفاوض على راتب أو تساوم على سيارة جديدة أو تناقش الرسوم مع عميل، فهناك طريقة سهلة بشكل مدهش لتحويل المسألة لصالحك. إنه شيء صغير يعرف باسم الإجفال. يمكن أن يكون الإجفال أي حركة صغيرة ولكنها ملحوظة، مثل استغراب طفيف، تنهد، رفع الحاجب أو تحريك العين. لا يهم كيف تفعل ذلك طالما أنك تعبر بمهارة عن عدم الرضا. غالبا ما يدفع الإجفال الناس إلى إعادة النظر في عرضهم الأولي لشيء أكثر سخاء، إما بدافع اليأس لضمان نجاح المعاملة أو لمجرد الظهور بمظهر مهذب. دائما ما يجب أن تجفل بشكل واضح في العرض الأول وحتى الثاني الذي تتلقاه، وستجد نفسك في المقدمة. بالطبع قد يقدم رجل أعمال صعب المراسي مزيدا من المقاومة، ولكن بالنسبة لكثير من الناس ستعمل هذه الحيلة البسيطة المعجزات، فقط لا تبالغ في الأمر. رقم 19. العامل الحاسم. حتى عندما نقول إننا لا نهتم بطريقة أو بأخرى، فإننا عادة ما نفعل ذلك دون وعي. عندما لا تستطيع الاختيار بين شيئين، خصص كل جانب لعملة واحدة وارمها في الهواء. في الكثير من الأحيان عندما تكون العملة في الهواء ستجد نفسك فجأة تأمل أن تهبط على جانب واحد بدلا من الآخر. النتيجة التي تجد نفسك تأمل فيها هي القرار الذي يجب أن تتخذه على الأرجح. رقم 18. تأثير زيغارنيك. هل سبق لك أن وجدت نفسك تكرر نفس الأغاني أو اللحن من أغنية عالقة داخل رأسك؟ يمكن أن تصبح هذه الظاهرة مثيرة للغضب بسرعة بسبب تأثير زيغارنيك. يشير هذا المصطلح النفسي إلى كيف يتذكر البشر المهام غير المكتملة بقوة أكبر من المهام المكتملة. في هذا السياق، إذا سمعت جزءا فقط من أغنية جذابة، فهناك احتمال أن يذكرك عقلك بها حتى تتمكن من الاستماع إليها حتى النهاية. لذا إذا غنيت أو استمعت إلى نهاية الأغنية، نأمل أن تتحرر من دودة الأذن المزعجة هذه. رقم 17. المشي في حشد من الناس. ليس هناك ما هو أكثر صعوبة من الخطو على الجوانب بشكل متكرر لتجنب الاصطدام بشخص ما، فقط ليقوموا هم بعكس اتجاهك باستمرار من أجل الحصول على وقت أسهل للسير في ممر مزدحم أو شارع ضيق. اختر اتجاها واجعل عينيك تنظران إلى الأمام مباشرة إلى المكان الذي تتجه إليه. سوف يسجل الأشخاص بشكل لا شعوري اتجاه عيون الآخرين في المناطق المزدحمة من أجل معرفة إلى أين يتجهون وكيفية تجنبهم، بدلا من الإفراط في التفكير في الاتجاه الذي يتجه إليه الجميع. فقط حدق بثقة إلى الأمام، ويجب أن يتجنبك الناس بشكل طبيعي. بدلا من ذلك يمكنك عدم الاستحمام لمدة شهر، وهذا اختيارك. رقم 16. مرآة مرآة. عندما تحاول الحصول على عرض عمل أو حتى عند محاولة تكوين صداقات جديدة، فإن آخر شيء تريد القيام به هو أن تكون غير أمين أو غير مهتم. من الطرق السهلة لتجنب ذلك هو محاكاة بعض حركات الشخص الذي تتحدث معه بمهارة. أشياء مثل الابتسام عندما يبتسم، أو طي ذراعك عندما يفعل ذلك، أو حتى احتساء مشروبك في نفس الوقت يمكن أن تجعلك تبدو أكثر ودية وجديرا بالثقة. على المستوى الأساسي، فإن عكس تصرفات الأشخاص يوحي لهم بأنكما متشابهان بطبيعتكما، وهذا أساس جيد لأي علاقة. كن حذرا على الرغم من ذلك، لأن العكس كثيرا قد يبدو مخيفا. لذلك لا تدع كل لقاء يتحول إلى لعبة محاكاة طفولية. رقم 15. أنفاس مهدئة. هناك احتمالات في مرحلة ما من حياتك أنك ستضطر إلى التعامل مع موقف متوتر يكون فيه الحفاظ على الهدوء أمرا ضروريا. في مثل هذه الأنواع من السيناريوهات يمكن أن يصبح الأشخاص الذين يميلون إلى نوبات الهلع وحالات مماثلة في غاية الضعف. ولكن إذا كان شخص ما يعاني من الذعر أو فرط التنفس، فحاول تهدئته بأنفاسك. ابدأ في الشهيق والزفير بوتيرة بطيئة، ولكن افعل ذلك بوضوح شديد وبصوت عال. بفضل أدمغتنا المتعاطفة بشكل طبيعي وسهولة التركيز على الصوت العالي، يجب أن يبدأ الشخص الآخر في مطابقة إيقاعك والهدوء.
وتنفس. رقم 14، موعد جريء. في أول موعد لك مع اهتمام رومانسي جديد، تريد أن يكون ممتعا ولا ينسى، ولكن قد يفاجئك أن تعلم أنه من وجهة نظر نفسية من المرجح أن تكون رابطا رومانسيا إذا كان موعدك الأول يضخ الدم. ولا، أنا لا أتحدث عن أنشطة غرفة النوم. أظهرت الدراسات أن الإنجذاب الحميم يرتبط ارتباطا وثيقا بإفراز الأدرينالين أثناء تجربة مشتركة. لذلك إذا كنت تأخذ من يعجبك في موعد مليء بالأدرينالين، سواء كان ذلك من خلال التمرين أو الأنشطة القاسية مثل القفز بالحبال أو حتى مجرد فيلم مخيف، يمكنك زيادة جاذبيته لك بشكل كبير. لذا إذا كنت تريد موعدا ثانيا، فقم بتبديل فيلم الكوميديا بآخر مرعب، أو الأفضل من ذلك، قم بزيارة مدينة الملاهي. بالطبع لا شيء من هذا يهم إذا لم تعجب بك حقا، ولكن آمل أن يصبح ذلك واضحا بسرعة كبيرة. رقم 13، الأول والأخير. إذا كان لديك مقابلة عمل، تجربة أداء، أو فقط تسير بسرعة في الموعدة، يمكنك على الفور أن تجعل نفسك لا تنسى من خلال تجنب الوقوع في منتصف أمر التشغيل بفضل شيء يسمى تأثير الوضع التسلسلي. يميل الناس إلى تذكر المرشحين الأول والأخير بوضوح فوق البقية. من الغريب أن هذا يحدث في بعض الأحيان بغض النظر عن مدى تميز الشخص الأوسط. لذلك إذا كنت تبحث عن النجاح، فاستهدف أن تكون إما الأول في الصف أو الأخير في اليوم. رقم 12، الكل في الاسم. عند مقابلة شخص ما لأول مرة، تأكد من تذكر اسمه ثم استخدمه في المحادثة عند التحدث إليه. قد يفاجئهم ذلك، ولكن بطريقة جيدة. يميل الناس إلى احترام معارفهم الجدد أكثر عندما يستخدمون أسماءهم، لأنه من الطبيعي أن يخلق إحساسا بالألفة وثقة. لذلك إذا كنت قد شخصت نفسك ذاتيا بأنك سيء بتذكر الأسماء، فقد يكون الوقت قد حان للتغيير إذا كنت تريد أن تكون محبوبا على الفور. رقم 11، امضغ أكثر. إذا شعرت في أي وقت بالقلق أو التوتر، فقم بمضغ قطعة من العلكة. أعلم أن هذا يبدو غبيا، لكن كل من المضغ والهضم يحفزان الجهاز العصبي اللاودي، والذي يوازن المشاعر غير السارة التي يمكن أن يثيرها الجهاز العصبي الودي المسبب للتوتر. من خلال المضغ يفترض جسمك غريزيا أن محيطك يجب أن يكون آمنا، لأن الأكل عمل غير حصين إلى حد ما، وستبدأ في الهدوء. لذا فض قطعة من العلكة وستصبح في منطقة الراحة على الفور. رقم 10، تحقيق الأفضل. إذا كنت تريد دائما أن تكون في المقدمة، قدم وعودا بسيطة ثم تميز في التسليم. إنه تكتيك كلاسيكي يحافظ على عودة العلماء مرة تلو الأخرى، ويجعلك تبدو مثيرا للإعجاب حقا أمام أصدقائك. أعطي وعدا بتقديم مهمة أو قدر من العمل أقل بكثير مما تعرف أنه يمكنك تحقيقه حقا، ثم قم بالإفراط في التسليم وأبهرهم. رقم 9، يد العون. يحب كل شخص الشعور بأن هناك من يحتاج إليه. من المثير للدهشة أن هذه السمة العالمية هي في الواقع شيء يمكنك استخدامه لصالحك حول أشخاص جدد. إن مطالبة الأصدقاء أو زملاء العمل الجدد بمزايا صغيرة يمكنهم القيام بها بسرعة وسهولة، مثل السماح لك باستعارة قلم، يمكن أن ينشئ بسرعة اتصالا مفيدا. هذا لأنه من خلال هذه المهام الصغيرة يبدأون في ربط أنفسهم بفعل مساعدتك. وإذا كانوا لا شعوريا يرون أنك تستحق المساعدة، فإن دماغهم سيبدأ في استنتاج أنه يجب أن تكون شخصا صالحا. فقط لا تفرط بالأمر وتطلب شيئا مثل مفاتيح سيارتهم الجديدة. رقم 8، 5 دقائق من المثابرة. إذا كنت تواجه مشكلة في تحفيز نفسك على القيام بشيء ما، مثل تعلم مهارة جديدة صعبة، فقط قل لنفسك: حسنا، سأجلس وأفعل هذا لمدة 5 دقائق فقط. تبدو المهمة الصعبة أكثر قابلية للإدارة عند تقسيمها إلى أجزاء صغيرة. والأفضل من ذلك كله، في كثير من الأحيان سوف ينتهي بك الأمر بفعل ذلك لمدة أطول من 5 دقائق على أي حال. هذا لأنه بحلول الوقت الذي تنتهي فيه 5 دقائق تكون قد تغلبت بالفعل على عقبة البدء، وهي أكبر عقبة على الإطلاق. رقم 7، المصافحة. كلما كان لديك مقابلة أو اجتماع مهم، فكر في غسل يديك أولا بالماء الدافئ لرفع درجة حرارتهما. إذا كانت يداك باردة ورطبة، فمن غير المرجح أن يثق متلقي المصافحة بك. هذا لأن أدمغتنا منذ الطفولة تربط دفء الجسم بالثقة والدعم.
قد يؤدي إحماء يديك قبل تحية الآخرين بالمصافحة أو لمسهم إلى جعلك تبدو محبوبا وجديرا بالثقة. رقم 6. حجر ورق مقص. هناك خدعة سهلة يمكنك استخدامها للفوز بحجر ورق مقص في كل مرة تقريبا، ولكن كن حذرا، فمن المحتمل أن يعمل مرة واحدة فقط على كل شخص. عندما تكون يد خصمك في مكانها وجاهزة للانطلاق، اطرح عليه سؤالا لا علاقة له باللعبة تماما. يؤدي الارتباك المفاجئ في السؤال إلى إلقاء المقص في كل مرة تقريبا. يعتقد أن هذا مرتبط بشيء يعرف باسم تأثير الحداثة. بسبب هذه الظاهرة يتم استذكار العنصر الأخير المذكور في القائمة بقوة أكبر من العناصر الأخرى، على غرار تأثير الموضع التسلسلي الذي ذكرته سابقا. نظرا لأن كلمة مقص هي الكلمة الأخيرة التي يتم التحدث بها عندما تطلب من شخص ما لعبة حجر ورق مقص، فسيظل ذلك في ذهنه عندما يعود تركيزه إلى اللعبة بعد تشويشك الصغير. في معظم الأحيان سيؤثر ذلك دون وعي على اختيارهم للخطوة الأولى. تأكد من إخبار كيف عمل هذا من أجلك في التعليقات أدنى. رقم 5. شخص ما يراقبك. في حين أن العلم لم يحدد بعد حول سبب كون التثاؤب معديا للغاية، يمكن أن تكون هذه الظاهرة مفيدة للغاية إذا كنت تشك في أن شخصا ما في مكان مزدحم يراقبك. إذا شعرت يوما أن شخصا ما ينظر إليك في كل مرة تنظر بعيدا، فقم بإخراج تثاؤب كبير. إذا تثاءب شخص ما بعدك مباشرة أو حاول بشكل واضح ألا يتثاءب، فقد يكون لديك معجب سري، وهو الشيء الذي يمكن أن يكون رائعا أو مروعا اعتمادا على هوية الشخص. رقم 4. التسليم. إذا تعبت من حمل شيء ما، فمن الممكن أن تحصل على مساعدة من صديق دون أن يعرف حتى. لنفترض أنك اشتريت قارورة كوكا سعة 2 لتر وتريد من صديقك أن يحملها، ولكن لا تريد أن تطلب منه ذلك. فقط استمر في التحدث إليه أثناء تسليم الزجاجة له. بفضل قدرتنا المقيدة إلى حد ما على التركيز على أكثر من شيء واحد في وقت واحد، في الكثير من الأحيان سيأخذ الناس الشيء تلقائيا دون تفكير. إنه نفس المبدأ الذي يستغله سحرة الشوارع وغيرهم من أسياد التصرف الخاطئ مثل النشالين. على نفس المنوال يمكنك جعل شخص ما يسلمك شيئا عندما يكون مشتت الذهن. إذا كان شخص ما يتحدث أو ينشغل بمهمة ما، فإن مد يدك بالقدر المناسب من الهدف والثقة سيجعل معظم الناس يعطونك كل ما لديهم. يميل هذا إلى العمل بشكل أفضل مع الأشخاص الذين يعرفونك بالطبع بفضل الثقة والألفة المعتادة. فعلت ذلك مع مفاتيح السيارة لزميلتي، وجعلتها تعتقد أنها تركتها في سيارتها بالرغم من تسليمها لي قبل ثوان فقط. رقم 3. نظرة الحب. في مجموعة اجتماعية، معرفة من يثق بمن ويحترم من هو دائما ميزة، وهناك خدعة نفسية بسيطة لمعرفة هذه الأشياء. عندما يقال شيء مضحك، تحقق ممن ينظر إليه الجميع. سينظر البشر غريزيا إلى من يشعرون بأقرب اتصال معه كلما ضحكوا، حيث نبني ردود أفعالنا على من نحترمهم. يمكن لهذه الحيلة البسيطة أن تلقي الضوء على التسلسل الهرمي الاجتماعي للمجموعة وتؤكد أن نعم الجميع يكره كارين. رقم 2. لا شيء لإخفائه. عندما يتهمك شخص ما بشيء ما، يكون رد فعلك الطبيعي أن ترفع يديك كما لو كنت تقول لم أفعل ذلك. لكن يمكن استخدام هذا التكتيك لتأثير كبير في الأعمال التجارية. إن استخدام الإيماءات المفتوحة مثل الأذرع المفتوحة وإظهار راحة اليد والنظرة المباشرة الوثقة يجعلك تبدو أكثر ثقة بالنفس وجاذبية وجدارة بالثقة. كان ستيف جوبز يعرف هذا أكثر من أي شخص آخر، وقد تدين شركة أبل بالفعل بنصيب عادل من نجاحها للثقة التي أسستها إيماءاته المفتوحة على الفور. رقم 1. الأحذية الغريبة. إذا علقت يوما ما بالوقوف في قطار هادئ بالقرب من شخص تتمنى حقا رحيله، فجرب هذه الحيلة الغريبة ولكن الفعالة. كل ما عليك فعله هو التحديق باهتمام شديد في حذائه. إذا وصلت ذلك فمن المحتمل أن يصبح مرتبكا ثم يخجل من نفسه، وفي النهاية يشعر بالفزع قليلا. مع كل هذه المشاعر غير المريحة التي تأتي منك مباشرة، نأمل أن يتركك وشأنك. ولكن إليك نصيحة مني، إنها فكرة جيدة فقط لتجربتها على الغرباء وليس زملائك في العمل. لا أحد يريد أن يعرف باسم ذلك الرجل الغريب مع الأحذية. هل لديك أي حيل نفسية أنيقة خاصة بك؟ أخبرني بها في التعليقات أدنى. وشكرا للمشاهدة.